والله يسعد مساكم أعزائي المشاهدين والمستمعين، نمسي عليكم بالخير في ليالي الفن والطرب في حلقات الزجل الفلسطيني والطرب والفن الفلسطيني. الله يسعد أوقاتكم أينما كنتم. إن شاء الله في هذه الليلة معنا فنان يعني غني عن التعريف، إذا ندع المقدمات يعني على جنب، الفنان المحبوب يعقوب وحبيب وفرقته الموسيقية، وإن شاء الله بتكون ليلتنا مميزة بحضوركم في مشاهدتكم لنا في الحضور الطيب في قاعة سان موريس مع أحلى فرقة بلدنا وأحلى عازف معنا عقبة سمسوم، عازف المجوز عماد العامر، صوتيات الجبالة. الحضور الطيب، الله يمسيكم بالخير ومسي بالخير على ضيفنا يعقوب وحبيب. الله يسعد مساك أخي يعقوب، وسهلا بك. الله يمسيك بالخير حبيبي أبو النور، ويسعد مساك ومسى كل المشاهدين اللي بيشاهدونا، ومسى الخير على كل فلسطين بأكملها. الله يحييك. ولسان موريس ولطول كرم بلد الحبايب. الله يسعدك. أنا أخي يعقوب يعني اختصرت شوي في المقدمة مشان نفوت ونأدي ونبسط، وتكون حلقتنا الليلة فعلا مميزة في وجودك إن شاء الله دائما. إن شاء الله. وكل الشكر والتحيات دائما منا لكل من بتابع وبحب الزجل والطرب الفلسطيني، ودائما إن شاء الله نستضيف الفنانين والشعراء والمطربين بهذا الوطن مع أحلى صوتيات ذات الجبال كمان. وكل احترام لحضورنا الطيب، ونمسي عليكم بالخير ونقول أخي يعقوب بشيء مختصر. يعقوب حبيب من هو فنيا؟ نشأته الفنية، تأثيره بالفنانين بشيء مختصر مشان نغني ونطرب ونبدع في الأداء إن شاء الله. طبعا أنا موليد هاي البلد الطيبة، بلد الحبيبة فلسطين، موليد مدينة قلقيلية، ولجأت للخارج بهوايتي الفنية. نعم. الحمد لله، يعني بعد ما كونت نفسي فنيا لجأت لبلدي، لأن بلدي أولوية، والحمد لله يعني كان صدى كبير من فرقتي وحبايبي، يعني بخص بالذكر اخونا وحبيبنا رائد الضابط احلى برامي رفقة سبع سنوات. له سؤال خاص هذا برامي، له سؤال خاص مني لإلك ولحبيبي واخوي ابن بلد الطيب العزيز شاعر مجز والغول عماد العامر، كان مشاركني يعني من بدايتي، وحبيبي ورضا ابو سمره احلى سمره الشيخ. عفوا يعني معلش اني استسمحني عذرا اني أكيد. اخي سمير يعني كل احترام له، عازف العود سمير ابو الشيخ، المسيه بالخير وكلكم مسيكم بالخير حضور الطيب. الله يسعد مساكم، شرفتونا الليله، حياكم الله. الله يسعدهم. ونجل حبيبنا عماد اللي هو سمسوم لكمان كل السلامات. يا سلام سمسوم حلوه هاي. لانه مسمسم بعزفه وبشغله، فالحمد لله رب العالمين، يعني انه بدنا نحاول قدر الامكان نوجه رسالتنا الفنيه لشعبنا ولاهلنا ولناسنا، نشاركهم فرحتنا فرحتهم، نوصل كل شيء عندنا من هوايه من مخزون فني. طبعا لا شك يعني احنا بنتعلم من الاجاويد، افضلك اخوي ابو النور شعارنا وزجلينا، وكان لنا يعني ادوار مشتركه يعني بالخارج، مثلنا مثلا تراثنا الفلسطيني بالاردن، غير الاردن الامارات. نعم نعم. والحمد لله يعني كان لنا مثل ما بيحكوها يعني شيء مميز، شيء مميز بعد طويل صحيح. انا كل الناس يعني هون بالعراس يعني اختصوني بشغلات مثلا يعني مثل اللي هي العتبات السوحليه، لي شغلة إبداعك بهذا اللون دائما مميز، هو يعني شيء يعني أنا تأثرت فيه. لكن الناس يعني معلش هذا لازم أوضحها شوي، اللي هي شغلة شعرنا بوجه له كل التحيات أبو حسين أحمد التلاوي. نعم. طبعا هاي تأثر يعني تأثر بهذا طبيعي اللون طبيعي طبعا من حبي له كنت أقلده يعني، فالناس يعني أحيانا تفهم أني أنا بقلد أصوات لا التلاوي. نعم. لكن أنا يعني بغني لنفسي، ولكن من تأثري فيه إني يعني بعطي شيء. صحيح صحيح. طبعا هذا الإشي معروف إنه متقلد يعني إنسان أنت بتحبه. مش أنا ليس مجاملي، هذا إبداع فيك يعني. الحمد يعني لله. التقلبات الصوتية عندك في العرب، في الأداء، في تقليد الأصوات، هذا شيء يعني من الفن على الفن كمان. وليس شيء إنه يسمى بالمطرب إنه فلان كذا، لا لا، هذا شيء إبداع يعني مش موجود في أي واحد، يعني هذا شيء رائع جدا. أكيد 100%. وحبينا يعني نوصل رسائل كثير، يعني مثلا كآلة اليرغول يعني سبق وحكينا عنها، وانا هذه الاله يعني من صغر سني بهواها وبحبها. تعشقها؟ تعزفها؟ بعزفها وبصنعها كمان. عزفتها؟ عباد شاهد عيان. عزفتها فنيا؟ عزفتها نعم. باعراس؟ نعم. كل احترام. عزفتها، ومش غلط انه الفنان طبعا شو في عنده مواهب انه يظهرها، لانه في النهايه محبه الناس هي اللي بترفع من البني ادم وهي اللي بتنزل منه. كل احترام. وهذا الشيء يعني الحمد لله كان متفق عليه من خلال فرقتي
اصحابي وحبايبي يعني تابع قشده وتابعك بيعرف هذا الشيء. طب سؤال مختصر مشان نفوت على الطرب والغناء، وين بشوف ابداعك في الغناء، في اي لون؟ والله انا بشوف ابداعي اكثر شيء يعني تفاعلي باللون الشعبي. حلو. للون العتابه وكمان اللي هي الالوان السحجي والدبكي. نعم انا رقم بعرف ان ابداعك في كل شيء، ولكن انا اكثر شيء يعني بحاول يعني انا نفسي بحس اني مبسوط من نفسي من خلال العتابه. كل احترام. طيب نسمع عتابه. نسمع. يلا نسمع عتابه وصلت. يلا يلا سمسم. داخل الليل يسعد لي يا ولي مسلل عنه بيشبح جبون الحضار انا يا نور عادي لانه بيشبح جبون الحضار هلا يا نور عيني لبروز بابا يجيب الذهب. الله الله الله. اجرح اجرح اجرح. فرقة بلدنا اللي معنا عمار الخولي حبيب الدعمي، احنا فرقة بلدنا الله يسعدهم، احنا شباب بدنا مشان يعني تكون ندخل باجواء الفرح يعني اكيد اكيد
مع الحضور الطيب مع المستمعين اللي اسعدهم مع طاقم فجر واحلى حضور طيب. بدنا نبدا مع استقبال واحلى فرقه بلدنا وقت شباب اصحاب الطرف الفلسطيني واحلى دبكي لعيون الشباب ان شاء الله حبايبي سوا. يلا ها يلا 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 يلا
على شد مساح محلى الدعب جعلقان مرض البيدي لو علّا اي والله مرض البيدي يا ابو وليد ابو وليد اي والله عاشق شلون افدي الورائد شلون افدي العمر ابو عيون الجاحي لو علّا يلا 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 Oh,
ذوق. هلا 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 هاي جمالي يتألق دائما. أحلى أيمن أجل جمالي يسعدهم. ارفع ارفع يلا هلا 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 شففت انغال احنا اللي شلنا التراب والفال. عند الجمال وعلى المستان احلى نغمات واحلى دلع العيون. عبد العمر هلا وقف وقف يا بابا شد شد شد. كل احترافك لبنات الشباب ابدعوا ما شاء الله في الاداء الرائع وان شاء الله على الدحيه والسحجه العربيه معنا كمان. الله يعطيهم العافيه مع الحضور الطيب ان شاء الله. اكيد انت بالاعراس الان برضو شيء مختصر بالاعراس وإلك باع طويل بالحفلات بفلسطين عامه, يعني شو اكثر شيء الان مسيطر على اعراس لنا حفلاتنا؟ انا من الحال من ذاته, ولكن شو شايف الشيء المسيطر اكثر بالاعراس الان؟ هو الشيء المسيطر علينا بالاعراس برضو الكبير وبرضو الصغير وبرضو الكل اللي هي صف السحج العربية والدحية. سواء بدوية أو دحية اللونين يعني اللونين فنيننا هن الفلسطينيين أو عبلاد الشام. أكيد أكيد يعني لو بدك تلف كل بلاد خارج فلسطين يعني راح يقولوا لك هذا الكلام. حتى متعارف عليه بالأردن الشقيق نعم, إنه متعارف عليه إنهم هم بيحبوا يعني كانوا يجوا علي مثلا هناك الأعراس تختلف شوي وبدوا النقب بدوا سيناء بدوا سوريا بدوا العراق ولكن كل حسب لك انتوا لهجتوا. كانوا يطلبوا مني يعني لاحظوا انه في شيء غريب دخل على حفله. حلو نعم. كل لك احنا بدنا اللون الفلسطيني بدنا السحجة الفلسطينية احنا محبوبين وهم بيحبوا لنا. طب شو نسمع هسا؟ نسمع دحية. انا بقى يعني دحية دحية انا شايف المشاهدين الحضور يعني حابين ندحي شويه ليش لا. بدنا بس شرط بدنا يعني من الحضور الطيب يشاركونا يعني الجميع, وانا كمان باجي معكم بشارككم اكيد ان شاء الله. نسمع دحيه شباب يلا سمسوم على الدور. يلا حبايبي بايبي معكم حال
عسانك التعنيق ونغني عالتحية. هي 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 العب 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 ابو الحبال يا بابا شد سمسم تعجبني ارقاتك يا ما احلى دقت نغماتك سمسم تعجبني ارقاتك يا ما احلى دقت نغماتك طلي عارف يا فاساد ابن عارف اسد يا بابا شد شد العب العب القصب يا خي لعيونك يا ابو رامي على الارض المثلونيه هي هي العب العب تشد يلا على بركي ابو بركي ابو بركي يا ابو يا هلا بك يا هلا مالي عيوني بتحل يا هلا شد يا ما شد على خولي 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 تجي خولي ترتيبي على ترتيبه القول الطيب نبدأ ترتيبي على ترتيبه القول الطيب نبدأ يلا يلا يا الكرماوية شوف الدحى شوف بعينك عالفاجر الفضائية هي
انت حي الشباب اسود وفعلا غنتي حبي العب العب صح عسان كلك حبي عزيز وغالي علي اسمع من هي اسمع واسمع هالنغمات وهالشلبية انا اللي سامع نغماتك نحل اوطارك موسيقية الحبينا وجه وزنا افتارك لا وتلوعنا الحبينا وتجوزنا افتارك لا وتلوعنا هي اللي بتحب النعنا الحاضر نحن 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 يا محاضر نحن 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 ها 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 والعاد والعاد ها 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 يا حسن يا حبيب الروح لا تتركني ولا يا جروح انت بلسم العالي جروح دخل عيونك دهوينا الله يعطي كل عوافي اولكم من التحية الله ولكم منا التحية يعني الله يعطيكم العافية عن جد الجميع. هذا هو الطرب والفن والفرح الفلسطيني الله يهدي بالشعب الفلسطيني دائما أمين يا رب إن شاء الله يعني فرحنا دائما فنان فلسطيني المطرب الشاعر الزجر الحدة يبدع في أي لون لأنه هاي أكيد يعني هذا الشيء اللي فينا مميز فلسطين نرتجل فن ذاتي آني طربنا فرحنا يعني بلحظة يعني بنقلب الشيء اللي بدنا إياه لأنه هاي السي موجودة عنا إحنا يعني بفلسطين بالذات وكل التحية لفرقة بلدنا أحلى شباب الدعمة عمال خولي حبايبي شاركونا إن شاء الله دائما بضلكم موجودين في الواجب واحترام لكم أخي الفنان حبيب قلبي حبيبنا الله يسعدك ودائما يعطيك فنيتك الطيبة لانه يعطينا معك هالفرقه الرائعه ما شاء الله هالطيبين هذا بذل على حسن نيتك وطيبه وقلبك الطيب وفي وجود الخالد الوليد وابو رامي الله يسعدكم الجميع يعني احنا يعني لونا ممكن صرنا نغني الدحيه اكثر من البدويه رغم انها ما فيش هالبعد هو ما فيها البعد يعني ولكن بس فقط في اللحن يعني في المقامات اكيد يعني مثل ما بيحكوها كل شيء دائما يعني خلينا نجي نحكي مثلا البطيخ له موسمه نعم هو صحيح يعني يعني انا من الناس اللي عاشروا البدويه والحذاء الفلسطيني بدون اله موسيقيه ممكن كان على الموشح او القرادي يكون طبله أكيد. اما يعني من الشيء الحديث يعني شو الحديث مش قبل سنه قبل 10 15 سنه او 20 سنه دخلت صحيح. الموسيقى على البدويه هاي اللي عندنا عيد الله والحامي الله المربع الان اللي مطلوب بكل حفلة طبعا حسب الشاعر وإمكانيات أو الفنان إذا مزبوط. بيكون معه زجال آخر يكون حوار إيقاعي مربع حسب إمكانيات اللي بغني المطرب طيب يعني لو جينا سألنا سؤال يعقوب حبيب اللي يعني أكثر من لون عنده في الغناء أكثر من أداء أكثر من مقام سواء اللون السوري اللون الفلسطيني الأصلي اللي هو أنت في أصولك طبعا تبدع في هذا الشيء يعني ربنا أعطاك خامة الصوت الرائعة الحمد لله وأتمنى إن شاء الله تضلها عندك الخامة على طول وأنا بصنعك الدخنش كثير اسأل مجرب أنا مجرب كثير هني مشكلتين في الدنيا بالحياة الدخان ومين الثاني والنسوان الله يعيننا النسوان يعني بقول لك أنا معك خلاص والله أنا يعني عندي تعقيب بشغلي يعني الحمد لله طبعا الفضل لله رب العالمين نعم بالله والفضل لمحبيني ولبلدي ولأهلي وناسي اللي من خلال دعمهم ومن خلال روحهم الفنية بيدعمونا وبيدعمونا بشغلات كثير لحتى نواصل مشوارنا الفني إن شاء الله ولكن في شغلي دائما
يعني كان امبارح في اتصال هاتفي بيني وبينك. نعم صحيح. ولحسن الحظ يعني كنت موجود عند والد اخونا وحبيبنا سمير، شاعرنا الكبير، شاعرنا الكبير ابو سمير الشيخ. الشيخ وجه له كل التحيات، الصحه والعافيه وما شاء الله. وللان ابو سمير الشيخ شاعر فلسطيني من الطراز يعني الرائع والقديم، ولا يزال في ابداعه. ولكن طبعا مش يعني نقول ناسف، ولكن وضع اليوم الاعراس في كل القرى وبلدات يعني حفلاتهم الان حداي فقط يعني اكيد. نعم. لكن بدي اوضحه انه يعني بالصدفه انا كنت بسال ابو سمير كونه له خبره كبيره بمجال الحداء ومجال الفن، سبعينات هو درس موسيقى طبعا عم ابو سمير. فهو كان يعني يقول انه الفنان بنعرف من خلال بيت العتابه طبعا، لما صحيح. يأديه بصوته تقدر تحكم عليه انه هو فنان او لا. احنا طبعا هذا الشيء عم ابو سمير حكاه باسم يعني كل الشعراء أكيد. اللي بيعتمدوا على الكلمه بيعرفوا ان الشاعر او الفنان. فانا لا لازم اعدي يعني محترم لكلمته، لازم نعدي شوي الفنان، مش كلهم بيعرفوا كيف البيت عتابه يترابط. لا هو بالجناس. مش احنا قصدنا يعني البيت بنفسه، قصده في اللي هو من ناحيه الصوت. طبعا نعم صحيح. هون انت يعني ببين لك يعني انه تطرب لما فلان يغني، يعني مثلا بنور غنى تربط مئة. في فرق بين ما انسان يحكي حكي وبين ما انسان انا بي اتنهد وبي اقول يعني 100%. لا كل احترام عم بسمير صحيح يعني، هذا تقييمه صحيح. مثل ما انت فضلت يعني حكيت لي بالنسبه للالوان الفنيه، يعني لا لابد اني اكون اجيد كل الالوان، سواء اللون السوري، اللون اللبناني، المصري. طبعا اللون المصري اليوم ما شاء الله الشباب كثير بطلبوه مني، يعني ما في عرس الا مصري والا كرس. لكون انبوبه جن نطه يعني اللي طالع في المدينه اليوم. لا مش جن نطه، هو اللون المصري يعني لون صحيح فني صحيح. ولون طربي. طيب شو نسمع منك الان؟ خير لون بالاداء، نسمع التركي والمصري، شو بدك؟ انا حاضر. انت حاضر؟ انا حاضر. نسمع اشي حلو هيك نبسط اللي يعني بتابعونا وبستمعون دائما. طيب خلينا نعطيهم بيتين عتابة. دليها عملت يعني نعمل يعني شيء يعقوبي. عند سميها اليعقوبة يا ابو حبيب. في يعني في تقليد شيء التلاوي. طيب في كون الناس بتحب التلاوي رح نعمل مولين للتلاوي. نعم. بعد ما نعمل وصلة زوري تخصص احلى سمسمة. يا حبيب يا حبيب. يا سمرة من قبالة، يا ولي يا سمرة من قبالة، ما تولي كل همك عقبه، ما تولي يا ورده. يا ولي يا سمرة من قبالة، يا ولي ما تولي تقل همك على قلبه، ما تولي والله من شاف عينك مات، والله من شاف عينك مات، واللي ما شاف عينك لتلعب المصار. يا عيوني يا ولي يا حات العيس دخيلك وديني، يا عيوني يا حات العيس يا ولي دخيلك وديني، يا ولي عب النور لا اوفي بدني يا بابا. بشر بشر. يا ولي يا عيون الأحلم برب الكون، يا عيون الأحلم برب الكون، يا ولي وبدينا يا بنت الكرم يا أغلى من الذهايا يا
يا ولع العراق 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 يا ولي يا عيني على العراق يما يا ولي يا ولي طال الفراق يا ولي يا عيني طال الفراق يا ابو عودي غالي يا ولي شفت الاسد بالمحكمه ويهاجم الحكام يا عيوني شفت الاسد بالمحكمه يا ولي ويهاجم الحكايه يا ولي سالت مين السبع قالوا لي ابو عدي صدايا سمسوم سمسوم عبيدي على وصلنا صغير ليش حبيتك ما اعرف ليش بس اعرف بدونك ما اقدر اعيش يلا ليش حبيتك ما اعرف ليش بس اعرف بدونك ما اقدر اعيش ما اعيش بدونك عمري لعيونك روح بدلالي صدقي بدونك بس انت الغالي يا لغيرك مالي يا كل الدنيا الدنيا اول وتالي كنت تمنيت يا امي الله 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 التحيات التحيات ول كل الحلا بحبايب الجانس علان هاب العيون وصيعه بالغنايان يا حرام يا حرام ول كل الحلا بحبايب الجانس علان هاب العيون وصيعه بالغنايان ناس قلب العاشق ما حدا يلومه يتعذب طول العمر طول الزمان ول 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 يا دنيا دورة طبعك دوم الدارة بكل يوم عد نجوم طوال الليل سهارة شلون شلون دنيتنا هالمقاها خلتنا شلون شلون دنيتنا
الرمان الرمان قبقبها الفسطان الرمان الرمان قبقبها الفسطان يا بياع الفواكه سكر هالدكان يا بياع الفواكه سكر هالدكان عناب العناب دفق بها الثياب عناب العناب دفق بها الثياب يا ويلي يمه يا ويلي ما احلى الشباب يا ويلي يمه يا ويلي ما احلى الشباب الرمان قبقبها الفستان الرمان الرمان قبقبها الفستان يا بياع الفواكه سكر هالدكان يا بياع الفواكه سكر هالدكان يا ما شو بده يبيع يعني سكر الدكان شو بده يبيع على كل حال أخي يعني يعقوب يعني الوقت ممكن يعني بيعطينا المجال أو ما بيعطينا نسمع يعني أبو أربع دقائق ثلاث دقائق تركي لأنه عندك إبداع باللون تركي بدنا نسمعه أنا راسي نسمع شباب التركي بتكون ختام يعني ختام الحلقة في هذا اللون وإن شاء الله يعني دائما في حلقات زجل وطرب فلسطيني صديف الشعراء والمطربين والفنانين في هذا الوطن الحبيب إن شاء الله طبعا هي في أغنية من كلماتي شهرت كثير أغنية مشتاق هي من ألحان تركية مقتبسة من الأتراك كل احترام ورح نعملها إن شاء الله رح نغنيها بالعربي وبالتركي يلا على بركة الله يلا أعطينا الله أعطينا أرضية نحن الشعب نحب التركي نحب الأتراك كذلك أكيد أكيد والجزائريين الله هاتي سمسم ها واسهر ايام وليالي تبدل لك مرسال بدمي كل كلمة اشكي لك همي اتمنى من الله يا غالي ومشت عين تيجي يمي انا تركولر لقم بني سيزا فدا عدا جايم تركولر لقم بني
رصاص المواسم دور يلوس قص الضهت ودر وصية تندوس لرا ترقل رليك من بيني مراد بقلما بشم أبهر الله قلبه بشم قال الله وصل دسنا مشم ترقل رليك من بني الله وصل دسنا مشم ترقل رليك من بني دردي يخلر دي دي جبتن بالمنية كترن ضادون كي تركوا لرلاك من بني عطينا عسيني عسيني يا صاحبي هاي مني لك يا ابو النور بقدر الله بقدر الله مقبول يعقوب الفنان المحترم لا سعني لأقول كل احترام والتقدير والشكر لك وأتمنى لك التوفيق الدائم والنجاح المستمر كل الاحترام لك وأنا تشرفت الله يسعدك بزيارتك الجميلة وسهرتك الحلوة لاستوديو وإذاعة الفجر نعم. كل التحيات نعم. بعث لكم كل سلامي سان موريس حلقة قاعات سان موريس نعم. فرقة بلدنا جبالي إخوان ولكل اللي بيشاهدونا عبر الشاشة الجميلة والبرنامج الطيب هذا إن شاء الله يا رب نظل محافظين على تراثنا دائما الدوم يا رب فجودك أنا من بشكر العازف المجوز الأول عماد العامر كل أكيد احترام أكيد أشك أبو عقبة حبيبنا العازف العود الرائع صاحب القلب الطيب سمير أبو الشيخ لقمان سمسوم الله يسعده صوتيات تجاه الجبال كل احترام طاقم الفجر الجديد طاقم التصوير أحلى قاعة سان موريس مني حسن كتاني معد مقدم البرنامج أشكركم على حسن الاستماع وكل احترام لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.